صباح الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام. توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتصبح درجات حرارة عشرينية وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية. أما درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان نهار هذا اليوم تصل إلى 18 درجة مئوية وغيوم متفرقة. درجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 17 درجة مئوية، نسب الرطوبة تصل إلى 53%، في حين أن سرعة الرياح تصل إلى 23 كيلومتر في الساعة وتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطات السرعة وتثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية. درجات الحرارة وتوقعات الطقس في المدن الأردنية نهار هذا اليوم، ونبدأ من المناطق الشمالية. درجات الحرارة في إربد نهارا 21 ليلا 11، المفرق 20 ليلا 10، جرش 21، الصغرى 12 درجة مئوية وعجلون 19، والصغرى 12 درجة مئوية، وأجواء مستقرة وغيوم متفرقة في المناطق الشمالية. المناطق الوسطى من المملكة، البلقاء 22 ليلا 15، الزرقاء 22 ليلا 9، عمان 18 ليلا 12 درجة مئوية، ومادبة 21 ليلا 11 درجات مئوية، البحر الميت 28 و 17 درجة مئوية، وأيضا غيوم متفرقة وأجواء مستقرة في المناطق الوسطى. أما درجات الحرارة في المناطق الجنوبية والكرك 18 نهارا 11 ليلا، الطفيلة 19 نهارا 12 ليلا، معان 23 10 درجات مئوية الصغرى، وجبال الشره 19 و11 درجة مئوية ليلا، والعقبة 28 17 درجة مئوية ليلا، وأجواء غائمة جزئيا ومستقرة في المناطق الجنوبية. المناطق الشرقية من المملكة، أرويشد 25 نهارا 11 الصغرى، الصفاوي 23 10 الصغرى، والأزرق 24 و10 درجات مئوية الصغرى، وأيضا غيوم متفرقة وأجواء مستقرة في المناطق الشرقية من المملكة، وأيضا درجات حرارة عشرينية نهار هذا اليوم وأجواء مشمسة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.